بهدف اكساب الطلاب المهارات اللازمه لممارسه العمل الحر وليصبحوا رواد اعمال ناجحين، دشنت المديريه العامه للتربيه والتعليم بمحافظه مسندم مشروع الشركات الطلابيه للسوق الحره في خصب او بميناء خصب. تضمن حفل تدشين تقديم نبذه عن المشروع، كما قدمت شركه مسندم الطلابيه للسوق الحره وجوهرة عمان الطلابية للسوق الحرة شرحا مفصلا لأعمالهما وتعريفا للسائحين رواد محطة ميناء خصب الذين توافدوا بشكل كبير لاقتناء وشراء المنتجات المعروضة من قبل الطلاب.